امين من ذوي الحقوق قبيله قيش لودايا الشبانات. حنا جينا اليوم درنا هذه الوقفه الاحتجاجيه السلميه اللي كتعتبر من ضمن العدد ديال الوقفات اللي درناهم قدام المديريه ديال الشؤون القرويه التابعه لوزاره الداخليه، وكذلك في طريق السيار، وكذلك في الولايه ديال جهه الرباط سلا قنيطره. هذا الاحتجاج، هاد الوقفات السلميه اللي جينا حنايا كنطالبوا فيها المعنيين بالامر اللي هي مديريه الشؤون القرويه لانهم يفتحوا معنا باب الحوار. هذا باب الحوار هذا اللي لحد الساعه ما جانا حتى شي جواب من عند المسؤولين، ولا مسؤول واحد خرج عندنا قال لنا نعم سيدي. المطالب ديالنا حنايا مطلب واحد وهو بسيط، وهو تتم التعويض ديال المبلغ 20 مليون و5000 درهم. هذا المبلغ هذا اللي ما عرفناش حنايا، المديريه وقفات الملف في سنه 2008 وقفات التعويضات، اذا به في سنه 2012 كنتفاجئوا بان بعض الاشخاص الله يسهل عليهم استفدوا. يعني حنايا ما عرفناش المديريه شنو هما المعايير وشنو هما القوانين اللي دارت مع هاد الناس هادو اللي استفدوا في 2012، اللي هما اشخاص كيتحسبوا على رؤوس الاصابع. ومن ذاك الوقت والمديريه حبس لنا هذا الملف هذا. حنايا المطلب ديالنا مطلب مشروع لا غير. والله تنشكر قناه الدار على التواصل ديالها الدائم معنا موضوع قبيله الشبانات. حنا قبيله الشبانات نحتج دائما امام المديريه الشؤون القرويه، امام وزاره الداخليه، امام الولايه، امام المسؤولين. مع الاسف ما كاينش حوار، ما كاينش استجابه للمطالب ديالنا. بغينا فقط يفتحوا معنا باب الحوار، يجلسوا معنا فوق الطابله ويتحاوروا معنا. حنا عندنا مطالب، عندنا مطالب ماشي بزاف، عندنا فقط طلب التعويض. يعوضونا على الارض اللي انتزعوها منا، يعوضونا على الحقوق اللي خداوها لنا، يعوضونا على الفلوس اللي كلاوها وخداوها، يعوضونا على الظروف اللي تنعيشوها. الظروف حنا مسردين، مسردين مع اولادنا، مع عائلتنا، مع الاهل ديالنا. مع الاسف دائما تنجيو امام المديريه، تنحمل المسؤوليه ديالنا الوزير، وزير الداخليه، باش يفتح معنا باب الحوار، وتنطلب من الله عز وجل باش ينصرنا ويحقق لنا المطالب ديالنا. وترفع النداء ديالي لصاحب جلاله، صاحب جلاله محمد السادس، محمد السادس، تنطلب منه من هذا المنبر باش يتدخل، يعطي الاوامر ديال العليا للسلطات المعنيه بالامر باش تفتح معنا باب الحوار ويعطيونا الحقوق ديالنا ويعوضونا على ما ضاع منا. وشكرا جزيلا لقناة الدار. يا ملك يا ملك يا ملك يا ملك لودايا تناديك، لودايا تناديك يا ملك يا ملك يا ملك يا ملك أشبانا تناديك، أشبانا تناديك، أشبانا تناديك. هذا عيب هذا عار، هذا عيب هذا عار، هذا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.